يقول السائل: ما حكم الصلاة في المصلى الذي في الكلية في الجامعة مع القدرة على الصلاة في الجامع؟ إذا دعت الحاجة للصلاة في المصلى الجامعة صل، أما إذا كان ما عليك ضرر، ما عليك ضرر ولا يفوت الدرس أو المحاضرة صل في الجامعة الحمد لله. أما إذا كان عليك ضرر إذا ذهبت تفوت المحاضرة أو يحاسبونك نظاما على هذا، فأنت صل معهم في المكان الذي يصلون فيه والحمد لله. نعم.